حسيت بحاجة في رجلي حكمتي. ايه حكمتي. في رايك من الان في اي بلاد؟ شوفوا معايا هذا المنظر اللي راني فيه فوق هذا الجبل، يشبه الاريزونا في الامريكان. بصح على بالكم وين راني. انا في الجزائر العميقة لاكتشاف كنوزها، ما كانش سهلة باش نلقاوها. درستني عقب. إيه بالي نعيط لك يا يما. انا اليوم في الكور في فريزينا. راه دخلنا الاوف رود، راهي المكان اللي راه نخيمو فيه. درت شويه ماشي مليحه، ها هو الرمل مخلط على الحاله. لازم تروح بقوه والا تحصل. بس قروي القوه تتكلم، بسمنا حاجه عاليه ولا اكسون. هنايا تاع البيض بصح نقول اكسون بزاف، ما فهمتش علاش. قولي في التعليقات. راني نشوف شويه في الخيال تاع الجبال الظل تاعها. وقفنا سيارتنا باش نخيمو فيها ونحضروا العشاء. كي تشوفوا هادو شو معناها؟ معناها حان وقت الاكل. دوكا راح نطيبوا لكم افضل اكله في العالم. صح ماشي انا راح نطيبها. مستر عبد اللقاء كونوا في الموعد. واش راح ديرنا؟ واحد الخلطه هكا. ما نقولوهاش، نخليهم بعدا ونقطعوا الثوم ونغسلوا الطوماطيش. لا غالب الروبيني ما حبش يمشي. هادي كنت طيبها كي نطيح اون بان في الدار. ندخل نفتح ندي عفسه من عفسه من سمخت الخلطه هذه. يا حنجربها لكم اليوم. خلطه سحريه. بعد تقطعت السكالوب خاصك دير بعض حركات مميزه باش تبان قوي. سبها بالموطارد، خلط خلط خلط. بصح لازم لها اسم هذه الاكله. بصح اسمها الاكله هذه هي على كل حد تلفت. دوموندينا عفسه ولحقت لنا عفسه. خلي مور من نلقاو لها اسم. تبالي نعيط لك يا يما، راني حصلت من الاخر. في نفس الوقت كان خلصنا نشعلوا النار باش نجهزوا الجمر. هاي شعلت بصح تدخل صحراء وما تشعلش نارها. لكن حراره السنه هذا النار كان سبب المشاكل كبيره، اذ انها جلبت احدى الحيوانات السامه. اوه النار توصل حتى لوجه. نحطوا الخلطه تاعنا. طيب واش اسمها؟ انا فكرني في اسمها. واش سميناها قبيل نسيت. انا لحد الان متفكر بلي ما لقينا لهاش اسم. فين هنا نطيبوا؟ كان في ضيف يمشي حولنا وماناش حاسبين له. بعد ما طاب العشاء قلت رحت الكرافان باش نجيب صحن نحطو فيه الماكله. حسيت بحاجه في رجلي حكمتني، ومين جيت نهز رجلي وتعطي. انت مش على بالك درستني عقرب. الله يبارك خير يا عمي. خفت بزاف، بديت نعيط ونقول لهم عندكم المصنف في المستشفى. ويقول لك ما لازمش تقلق، لانك لما تقلق الدم يولي يجري بسرعه في الجسم تاعك، السم راح يمشي معاه. مشينا بالعربه 15 دقيقه للمدينه، دخلنا المستشفى. غير شافوا اصدقائي ضربوها بحجره قتلوها. مازالوا حي على بالك، مازالوا يزغل. وما كملوش تعشاو لمو الحوايج ولحقوا بينا المستشفى تاع بريزينا. حضرت الوعره. سلامه الراس. داروا لي ابره بعد ساعه ونص، لقوا بلي حالتي مستقره والدم تاعي كان مليح. ما كانتش حاجه ديك اللي تقلق بزاف. ايه حكمتني، حسيت بحاجه. انا كنت نهز رجلي والدم تاعها كان مليح. ضربت انا على الثم كاع فرامج تاع البارح. قالوا لي انه تقريبا 80% من الصحراء ضغطهم عقرب، يعني حاجه عاديه في حياته ما تحتاج تقلقونا. ما رقدناش بزاف حتى وصلت الساعه 6، كان خاصنا نزيدو نخرجوا باش نكتشفوا جبال الكور. بخير راهي 6:25، بدنا نجبر رفع رقدة، رانا راجعين نشوفو الشروق اللي جينا على جالو، رغم ما صعب المآسي بصح ماناش طالقين. عبد الدقار قلت مليح شبعت رقاد. البارح شفنا هذوك الجبال مع ضوء القمر ما كانوش واضحين مليح في الليل، والآن بداو يظهروا لنا مع بروز الشمس. البارح هاد الطريق كامل نحس روحي فيها راح نموت. صح السمت العقرب هذاك زعما الدور اللي في قلبي ودخل في نوسي نوس جيوغرافيك. فكري كي يديروا التحليلات كي تقرص واحد العقرب ويبدا الدم يدور فيه. جسم الانسان قور بنت الخص. كذلك كان خاصنا نمشيو على نفس الطريق الوعر اللي مشينا عليه امس. ما طولناش حتى بدا المنظر تاع الجبال يقابلنا. جبال شاهقه ومميزه وعظيمه. وقفنا السياره وتعجبنا في هذا المكان. الله شوف شوف كيف مسطح الجبل هذا. شوف كيفاش مسطح هذا، سبحان الله. حاجه نورمال. الجزائر العميقة. دوكا رانا طالعين للجبل كما تشوفوا المناظر اللي خلفي. انا في الاريزونا تاع الجزائر. رانا في الجزائر تاع الاريزونا. شي مليح ديما شبو بلايص تاع برا بالجزائر. تاع طارس عجيبة وغريبة. السؤال اللي يطرح نفسه كيفاش تشكل هذا المكان؟ واحد السكات هنا رهيب. وين كملوا الطريق؟ كملنا جولتنا في الصعود للاعلى من قابلتنا صخور كبيرة في تاريخ الحجرة. واش كبيرة؟ مرة نفوتوا بجنبها ومرة ندخلوا تحتها كأننا أقزام.
على بالك فريق قرصني عقرب، ما لازمش الدوره الدمويه تنشط، والا السم هذا كيمشي الحمد لله داروا لي المصل، صدرك بعد 6 ساعات راني ندير فيه جهد ما باينش انا مليحه ولا لا. عينا طرك تعيش. كاين قصر الفوق، كاين دار. بصح ما تبانش تعيم من تحت كاع هكذا، اللي كان فيها شي راح يتقطع من الاخر، شوف شنو طلعنا مليح حنا نجبدو يا صاحبي. بعد صعودنا لكل هذا المرتفع وصلنا للسطح. لكن عن اي سطح نحكي لكم؟ نظرة من الاعلى نساتني التعب اللي تعبناه، وعطاتني بعد بانورامي للمكان الساحر اللي وصلنا له. جزائر يا لحكاية حبي. في بلدنا القارة. عمري ما شفت ولا توقعت نشوف حاجة مثل هذه في بلادنا. جبال مسطحة من فوق وكأنها مرسومة بالأيدي. وهنا كان لازمنا نظرة ثانية، نظرة من عند الساعقة، كأنك طائر تطير فوق هذه الجبال وتمشي يمين وشمال تتنفس، وفجأة تقابلك نهايتها الحادة، تاخذ نفس ثاني وتدخل بينا بحركات أكروباتية وترتفع مرة للأعلى ومرة للأسفل. تقرب تلامسها، قبر رمال ذهبية من بعيد، وبعدها تلف شمالا وتلقى بعض الانهارات الصخرية الحديثة. وهنا الأدرينالين يطلع وحب الاكتشاف يزيد، لازم تعطيها لفة أخرى وطلع في السرعة خلي المتعة تكبر. اقترب من الأرض ومن الأجسام الغريبة اللي فيها. وبعدها أعطيها لفة يا صديقي على إحدى الأعمدة الواقفة والشامخة في ثبات. رغم قساوة الصحراء، اكتشاف جديد نضيفوه لقائمتنا اللي اسمه جبال الجور العجيبة. الآن حان وقت نحطو ساقينا ونرجع لليابسة، نسترجع أنفاسنا. ما شح التعاود هذه أنا بالك تجي خطرة فاهم، زعما حنولي أنا البياض. ما سنيتها جو واسعة هكذا كاع الجبل واسع، سبحان الله شوف كيفاش سطحت لي. تعبت ولا ما تعبتش؟ طلع شوية تعب بصح المنظر كي تشوفو وفي حقها التعبان. صح تستاهل شابة بزاف كاع. هاد التيران واش صلاح؟ صلاح الماتش هنايا. سيب الماضي جبنا ليكيب ناسيونال هنايا باش يوجدوا كأس إفريقيا الجاية، تربص عليها وقت الطلق لكنه مغلق وواعر، التدريبات يكونوا قاصحين، واللي ما يلعبش مليح هنا ديروا له فوتو ومن بعد دزوه منا. صحيت، يعني لازم كوب إفريقيا الجاية نديوه. كاين حفر هنايا، تمشي 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 تقدر تلقى هنايا فتحة كبيرة، هذه تقدر تعبس عليها تهبط بيك. حاجة بزاف قوة هنايا، كاين صدى، تعيط صوتك يترد 6 مرات. واو! مش نورمال! هاي جرب واحدة. اوه هاو لا منا ما لازم منا اه باين فارغة من هنا وراح يدير الصادة. ايه اسم الصادة مع الجبل. شوفوا معي هنا الاخرت على الحافة مشينا حتى الاخر خلاص. ما نريسكيوش وما ننصحكمش تريسكيو، انني موالف نطلع هاد الاماكن وعندي خبره فيها. نفضلكم جميع واحد يجي هنا يتحمل مسؤوليته في هاد المكان. صح ما يجيكم السؤال كيفاش تكونت هاد التضاريس هاد الجبال؟ فرضيه تقول انه هاد المكان كان بحر بكري وهذا القعر تاعو، يعني هنا كان سطح الارض ومن تحت بحر. علاش بحر؟ لانه كي تشوفوا هاد الجبل واقف كيما هكا كل مستوى تاع ما كان ينشف هذاك الماء كان يخلي هذاك التراس تاعو، كل ما يزيد ينزل يخلي هذاك الخط، وحتى الحجاره تضاريس تاعها هذا كيما اللي شفناها في البحر في القاله. كاين بزاف اماكن لقوا فيهم هذوك الاصداء. انا قانع انه هذا كان بحر. نتوما قولوا لي واش تظنوا؟ والله كان قمر. احنا ثاني ندير وكاله تاع فضاء ونجيو هنا نتصوروا، يعني هذا كوكب ماشي كوكب. هذا يدخل من نيتيه باينيتيه كما يدخلش مع قيد من المنطقه يهمل. وش من الحيوانات اللي يعيشوا لهنا؟ كاين الجمل، فناء، ثعلب، حتى الذئب، العقرب، الافعى. نزلنا العقرب بدا بها وكحله ماشي صفراء، الكحله الصفراء. كاين في زوج في زوج كاين. وشو اللي قادره؟ هاد الكحله. كحله الحمد لله الحمد لله سلامات. انت كيفاش حسيت البارح كي قرصتني العقرب؟ شويه قلقت عليك بصح شتك خايف. انا كيفاش كنت ندير لهم؟ اوه عقرب سبحان الله بسم الله بسم الله بسم الله. هاي روح سبيطار، هاي روح سبيطار، عندكم هنا المصل. هذا كان شد روحه، هذا قاعد يقول لي حاجه خويا نعطيها لك كملاحظه.
سواء كلاتك عقرب ولا لفعة، يعني ما تقلقش روحك انه راح يصير كيليك الدم وراح ليه يطلع لك السم. انا هذه يعني كي قلتها لي خممت، كي مركبنا السيارة بديت نطلق في روحي، نفست بشوية هكا ومن بعد شغل خلاص طلقت روحي، قلت فيها خير ومن بعد الحمد لله داروا لي البرا، كل شيء فات سلامات. سما نتوما ما تخافوش من العقرب كي تقول لكم، هذه واش حبيت نقول لكم. دوكا راه ختموا الفيديو تاعنا، نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله. عجبتك ولا ما عجبتك؟ تجي معنا الحلقه الجايه ولا ما تجيش؟ نجي هني فونس صح. كاينه حاجه واحده لازمني نهضر عليها اللي هي النظافه اصدقائي، من فضلكم هنا هذا المكان راهو تقريبا فيرس، فما دابيا كي تجيو هنايا خليو المكان نظيف، الحاجه اللي جيبوها معاكم رجعوها معاكم. ولوك.